بعرفكم عن حالي، جورج الياس، نجار عربي، اللي 38 سنة بالمصلحة. هلا بالإجمال النجارة القديمة ما كانوا يشتغلوا شيء اسمه مكانات، كان كل الشغل على الإيد يدوي. النجارة العربية هلا إجمالا بلبنان ثلاث أرباع انفقد لأنه ما حدا عم يشتغل، يد العاملة بلبنان النجارة العربية ما بقى فيه. لما كنا عم نرمم البواب إجمالا بدنا الخشب الأطراني القديم، كنا عم نلاقي صعوبات لحتى اللي عم نجيبه لأنه هذا الخشب اللي بالسقف هو اللي منسمينه كريشات أطراني. نبرم وين في مثل هذا الخشب لحتى اللي نقدر نرمم البواب فيهم، لأنه ما فينا نحط الخشب القديم مع الخشب الجديد. هذا الخشب بالإجمال نحن كونا نجارين، نحن الأشخاص الوحيدين اللي بنشتغل مع الروح لأنه الخشب روح. بدنا نتعامل مع خشب إطراني لأنه خشب عمير، خشبة كتير قوية وكتير طرية، إذا ما بنعرف نتعامل معه ما فينا نشتغل فيه. وهذا الخشب ما بيشرب مي وما بيسويس وريحته كتير حلوة، بقى مش هناك كان البيوت القديمة يشتغلوها منه. مثل ما قلت لك قبل شوي، هذا الباب الإطراني القديم، يعني نحن عم نحكي بباب عمره 80 سنة لورا. هول الفرزات اللي نحن عم نشوفهم هلا، هول كانوا كلهم يشتغلون يدوي، مكنة مش مكنة، هي قالول خشب له ضربة بيضربوا هون وبيضربوا هون وبيرجعوا بيجمعوه. هلا الأبواب اللي عم تنعمل جديد إجمالا كلهم كبس، ما بقى في مثل هذا الشغل. هول الشبابيك كمان كانوا مكسرين، رممناهم. بالنسبة للأباجور كمان، في أباجورات ما كانوا موجودين، كنا عم نلاقي صعوبة بالكريمونات لحتى اللي هول عم نلاقيهم. نضطر نحن في شيء بدنا نطوله وشيء بدنا نقصره لحتى اللي نرجعه مثل ما كان. وهذا كله طبعا ترمم هون، ما في شيء يتاخد لبرا، كله ترمم هون. بالنسبة لهاي القنطرة، هاي القنطرة لبنانية بسموها، لأنه كل شيء بينزل جالس من تحت وبيرجع بيطلع بيبرم، هيدي اسمها قنطرة لبنانية. بالنسبة لهاي القنطرة، هيدي اسمها قنطرة أندلسية، لأنه بتختلف عن هيدي. وهذا كله طبعاً كان مكسر ورجعناه مثل ما كان. بالنسبة لتركيب القنطرة محلنا بدنا نركبها، مثل ما شايفين إنه هون عنا عمود رخام. هون عنا عمود. بالشغل القديم هون بنحط لهم دسر اسمها دسرة سمخ، لأنه هاي الدسرة ما فينا نخليها مبينة وما فينا نبخش الرخام. بنحط لهم دسر سمخ ونرجع بنركبها للقنطرة مثل ما كان. هاي القمرية اللي عم بعملها، إجمالا كل القمريات ما كانوا موجودين، نحن عم نرجعهم مثل ما كانوا على الطريقة القديمة لأنه ما فينا نغير. عم تاكل شوية وقت أكيد لأنه الشغل بده وقته، هيدا ما فينا نشتغله بسرعة، لأنه هيدي الدرفة بصير بدها تفتح ترجع تسكر. هون بيركب لها فخورة لحتى الهواء ما يتفش على بعض. أنا خضت هاي التجربة وانبسطت كتير لأنه رجعتني على مصلحتي مثل ما كنت أشتغل فيها، لأنه الشغل هلا إجمالا كله عن جارة جديدة. ما بقى في نجارة القديمة الحلوة، هيدا الفن هلا إجمالا ما حدا عم يشتغله. وبشكركم كتير لأنه رجعتوا لي ذكرياتي، وهذا الشيء أنا بفتخر فيه. وإن شاء الله نقدر نكفي بهالهمة هيدي، ويعطيكم العافية.